مع أورانج ميوزيك تالنت الموسيقى كاينة من آلاف المشاركين في المغرب كامل ولو 100 ومن بعد 30 واليوم 10 ديال المواهب المغربية اللي خدموا مع 5 ديال الزارتيست من أحسن صناع الموسيقى المغربية اللي غادي تستمتعوا معهم بعشرة ديال الإيد في الألبوم ديالهم اللي غناو في لسان ب14 مدينة مغربية اللي كانوا فيها هما والجماهير حاضرين. تحضيرات جولة أورانج ميوزيك تالنت بدات، ولكن كيفاش غدوز وكيفاش غادي يكون لو شو؟ المخرج حمزة عاطفي غادي يشرح لنا. دابا انا قدامكم بوغ بريزونتي لا تورني ان شاء الله. الارتيست فاش كيطلع كيبدا كيتعلم من كل كونسير كيطلع فيه، الاول الثاني الثالث كيبدا يتعلم من الاخطاء اللي كان كيدير، من بعد كيبدا كيحسن في راسو. دونك في خلال واحد شهر ونص غادي تستافد من واحد ليكسبيريونس اللي كان ممكن تعلمها على 4 سنين ولا 5 سنين. غتكون عندنا واحد ساعة ونص حراقية، بنادم ما خاصوش فين يتنفس، طلع انزل غني دوز لصاحبك. دونك سا دوايت فريمون ان شو ريتم 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 ريتم. في هاد الايامات هادو اون فا باسي انصومبل دو طون باش نتعلمو كومون مونتي سور سين، كومون سبوزيسيوني، فاش نسالي المورسو، كومون كابتي لو بوبليك ديالي يبقى معايا تا مورا المورسو. اي لا غروند بارتيكولاريتي ديال هاد لا تورني سي كو معانا دو بيغ ستار سور سين، à savoir Mehdi Mouzaïn. باش يطلعوا مع مهدي مزين غيعطيهم واحد الدفعه قويه في لاسين، يغنيو وهم مرتاحين، غتكون واحد لومبيونس. بالطبع انا كنتخيل ديك لومبيونس غتكون شي حاجه واو، هادي بالنسبه ليهم مكسب. عبد الصمد سمول اكس اي vous aurez pas n'importe quel DJ موراكو كي مدارا وبلال افريكان. انا اخترت انني نكون موراهم فهمتي، ديما بقى حداهم ديما بقى حاميهم فهمتي. ملي كتكون كتغني وحاس باللي شي واحد حداك واخا مره غير الدور عندي تشوف فيا انا نعطيها عاوت لا فورس باش يرجع عند الجمهور. اودلا دو شو يا اوسي سكي فا ايتر بروجيتي سور لي زيكرون مثلا، دونك سا فا ايتر سا لا سين. حتى انا في البدايه ديالي كنت كنقلب على دي كونتاكت ديال الناس بروفيسيونيل في الدومين اللي نقدر نجلس معاهم نسولهم ناخذ عندهم نصيحه اللي غتفيدني، لان كيكون كلشي فلو في دماغك، انت عندك واحد الحلم ولكن كتقلب كيفاش توصل ليه. اليوم مع اورانج ميوزيك تالنت حاولت تقرب لهم المسافات، تحطهم اون كونتاكت مع دي بروفيسيونيل في الدومين اللي عندهم اكسبيريونس، يطلعوا معاهم سور سين ويتعرفوا على الاجواء ديال لا سين ويحيدوا ديك الخلعه الاولى ديال لا سين. Je vais céder la parole à nos coachs pour vous coacher sur comment être sur scène. À tout faire dire, la tournée de 14 dates sera ouverte. Vous savez, les amis, je vais dire des salles fermées. Je vais vous dire 150, 200, 300, 400. Je vais vous dire le minimum 4000, 5000, 1000, 1000. Donc, il y a déjà une expérience à ce qu'on voit. السؤال اللي هو بازيك اللي كاع الناس واقيلا كيحسوا به هو كيفاش تحيد ستيج فرايت ولا الخلعه اللي كتشدك فاش كتوقف سيغ سين. هو تبقى تفكر في داكشي اللي غادي دير سيغ سين، علاش الا بقيتي كتفكر في حوايج اخرين غادي ديكونسونطرا على الشو ديالك وغتولي انت مركز مع الخلعه اكثر ما مركز شنو غادي دير سيغ سين. دونك هنا غادي يهرب عليك المورسو وغتهرب عليك لا بيرفورمانس ويهربوا عليك بزاف د الحوايج. الا درتي في بالك راه هذاك لو تراك سينورمال راه كيجي الاكبر لي ستار كيجيهم داك لو تراك قبل ما يطلع لشي مسرح ولا قبل ما يدير اي حاجه. ما كيف ما قلت لكم غير كطلع سيغ سين كيبدا يتحيد، كتولي ما كتبقاش انت باغي تنزل من لا سين. انا لو رول ديالي في لا سين بعدا اول حاجه هي انا الاول غندخل لا سين، دونك انا اللي غادي نواجه الجمهور في الاول وكيف ما كنقولوا غنوجدوا لهم شويه ابري غادي نبريزونطيهم. فكنحاول باش نعطي الاقصى ما عندي باش نفيد هاد لي تالون باش يكونوا ان شاء الله دي ستار في المستقبل. الاول يمكن جيتي ان بو ايزيتانت، ما كنتش بغيت بحال كي كنقولوا حنا نزيد فيه، بغيت يسمعوا صوتي ويسمعوا الاغنيه ديالي. اي اون بلوس دو سا لي بيرفورمانس جي بوجي غنتحرك جي دونسي ان بو، قلت واقيلا ما غاديش نقدر، مي ابري درتها وقديت بها. الحمد لله حتى لو روتور ديال لي كوتش لي تي بيان، من غير ان بيتي ديتاي ديال لو ريغار لي زعما كان ان بو ديسباتشي. وموا صبرا سور لا سين سي لا فري صبرا، لينيرجي ديالي الحماق ديالي كومون جو سوي يا سي واش يا سي واش ثاني لا ثانك يو. حسيت واحد ليزيتاسيون صغيره بحال كتحير بعض المرات، ولكن هذه مع الوقت ما بغيتش.
القضيه اللي طرات سور سين هو ان البروجي اللي كان عندنا في الاول ديال الديمو كان فيه توزيع، ولا بارتي اللي تصاوبات اللي تزادت في الاغنيه اللي هي البريدج تبدل لها التوزيع. سو في الدخله ديالها انايا كنت كنتسنى موسيقى وتوزيع في شكل، لقيت توزيع واحد اخر. سو بقيت في ديك لافاز ديال واش انا اللي غلط، واش الموسيقى اللي فيها شي حاجه ماشي هذيك. هنا فين كينفعوا لي ريبيتيسيون، هادشي يطرا في لافاز ديال لي ريبيتيسيون حتى ما يطرا سور سان. علي ميرسي اكادي لا بيرفورمانس مزيانه، عندك ثقه في راسك، ولكن مازال بغيت تشدني اكثر، فهمتي؟ تشدني اكثر هو بعدين كتشوف فيه، فهمتي؟ كتشوف فيه كتمشي كتشونجي مع البوبليك، فهمتيني؟ بحال البلان ديال فاش كيطلع الدروب الاخر، واحد جوج كلشي كلشي فهمتي، بغيت كلشي تشيز وان تو تري ليتس جو، تحيح في راسك وما تلفتش بحال هكا، ديما عينك مع البوبليك، عينك مع بنادم لابس نظاظر، خاص كلشي تصحابو وانت كتشوف فيه. تراك اللي واعر وان شاء الله غادي نبلبل سيغ سان وغنجيب البوبليك عندي، ان شاء الله كلشي غيدوز بها. انا الملاحظه اللي عندي ان فاش تحركت بزاف لاسين دوختني واحد شويه، ما قدرتش باقي نركز مع لا شونسون. اكزاكتومون شدتني اكثر فاش وقفات وغنات شدتني اكثر. الحاجه الوحيده اللي خلاتني نبقى نتحرك هو زعما بغيت نحاول اي وانت تو يوز ذا سبيس لي اي هاف اون ستيج، ما بغيتش نبقى مقتصره زعما على واحد السبوت بوحدو، بغيت نمشي لاذر كورنرز نكسبلوري ستيج شويه. ذاتس ات شي علاش تحركت. So the song is sad, I should really feel it to express هذيك sadness، ماشي ما بقاش نتحرك بزاف. That's it. السبور ديال الميكرو الا كنتي ما غاديش تعاودي تخدمي به تقدري تلقاي ليه شي طريقه باش تحيديه من بحال دابا فاش نوصل للغوفران غتكوني كتغني تقدري باش علينا غتجي هنا تغني شويه تغني كما قلت لك طط طط غتكوني غاديه هنا تقدري ديري ليه هنا طق تحطي هنا وترجعي تغني. هادشي الا ما كنتيش غترجعي تخدمي به، الا كنتي غترجعي مثلا في كوبلي ثاني بغيتي ترجعي تقدري ترجعي وديري ليها. داك الاحساس عرفتي فاش غتطلع سور سان وغتبيرفورمي. انا كنقول واخا غيكون هذاك لو تراك اللي كيقيس اي واحد كيبغي يطلع سور سان، ولكن غتكون واحد الحلاوه ديال هذوك لي فخوين تاع هذيك التماره كامله اللي ضربتي غتحس بها في الاخر. ما عرفت لا نتحرك لا نبقى جالس. انا بالنسبه لي طاير كلشي مزيان، عندي ملاحظه واحده هي الوقفه ديالك سور سان ما تابتهاش، كتغني كتبقى دير كترجع للور كديرها، خصك تلقى شي وقفه ديالك لا توقف مزيان ابخي تحرك بشويه عليك فهمتي، ما تبقاش خصك تركز على هذه القضيه. وقف ما تلقاش شي وقفه لا توقف مزيان مع الميكرو، سواء بالسبور سواء بلا سبور توقف مزيان باش كتعطي داك لابريسيون ديال انك تايق في راسك واقف مزيان غتغني لا 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 ماشي لا 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 فهمتي. هذيك دابا كنقول واش نتحرك كتبان ما تابتش. شوف هي ماشي ضروري تحرك بزاف، ماشي ضروري الناس خصهم يكونوا كينقزوا باش راه عاجبهم الحال، راه يقدروا يكونوا كيتموسقوا الموسيقى ديالك بلا ما يبقاو كلشي كينقز، فهمتي كيفاش؟ أول مرة مواهبنا غتقدم أغانيها سيغ سان، كل واحد منهم والنيفو ديالو، ولكن الأساس هو يتعلموا في لا تورني يكونوا واجدين وحاضرين. رغم ليكسبيريونس رغم أنني طالعة في بزاف تليسين، ضروري من ستريس واحد 30 سكوند الاولين ما يحيداش الطبيب هادي، مي حنا قدها ان شاء الله. اورانج ميوزيك تالنتس ان ترامبلان للمستقبل، هادشي علاش مواهبنا مشات لاول ايفينمون ديالهم اللي خاص بمحترفي الصناعه الموسيقيه. تلاقينا مع دي زارتيست كبار، مع ناس من لاندستري اللي وراونا كومون جيري نوتر دي ا، وهادشي كيفرح بزاف. مواهبنا شافوا المود بورد في الاقامه الفنيه مع زاك، ودابا جا وقت اكتشاف لي تونو اللي غادي يطلعوا بها في 14 سن. هادو عجبوني واو بصراحه انا جيم بيان جادور لي سوربريز، وزاك ما غاديش يخيب لي حيت كاع لي تونو ديالو كانوا واعرين. حط لو ستايل ديالي اللي كيعجبني. لبنى من هاد المنبر كنقول لك غفل طارت عينيك، نص لي هاديك الجاكيطه مشات حيت عيني عليها عرفتي داك العقيق، و ديجا غير داكشي كتبقى كتسمع خشخشخشخش كيعجبني. هانيه نعطيها لصابرة، نعطيها لافيست لصابرة عجباتها بيان سور. دونو دونو تا انا عيني في واحد لافيست عندها في النواغ تا هي هداكشي تسقلي والشعر. النجم هو الموسيقى وحتى ستيل، لي تونو عطاو لنوتانو واحد اللمسة وثقة في نفسهم اللي غادي يشقوا بها طريقهم النجومية.
زاك وتيم كامله حاولوا انهم يقدموني انا كدانيا دونك اتس ماي ستايل سو اتس ستايلش. نو تالون طلعوا يديروا الفيتينغ اللي هو التقياس ديال الحوايج باش يديروا ليهم لي غوتوش فينال. وبيني وبينكم جاوب ان لوك دو ستار. دونك جربت ستايل عجبني صافا فيك مون بيرسوناج و صافا اوسي مع التراك سو لبسه دونك جات مع التراك. لي بريباراتيف ديال لا تورني مستمره، مواهبنا دابا لابسين وجا الوقت ديال الميك اب باش يديروا شوتينغ. Une séance غادي دار ليهم pour la communication de la tournée et pour l'image ديالهم. Lights on. زاك اخويا شكرا ميرسي بوكو على البيسات هذا كيس علينا عافاك الطالون اوهو تقل شويه دير بحساب مايكرو حتى هو تقيل. شوشين صراحه هذا اول واحد جي كره ما سالاش اول مره راه ما سالاش مي مصباص. انا نقولها لكم انا فما كاين شي شوتينغ يعيطوا لي انا شي حاقه على لي شوتينغ كيعجبني الصور. علاش نبقاو كيقولوا لي ديريها زعما انا فهمتي كنحلم بالاضواء انا بقيت مضاربه مع شعري الشوتين كامل سيتي فلويد رابيد تاك 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 تو انشين جي فيو كلكو فوتو اي عجبوني التصاور بزاف. نهار جديد ديال ريبيتيسيون ستيف لو كوريغراف اللي كان في الاقامه الفنيه جاي يخدم معاهم لي بيرفورمانس ديالهم باش كل واحد تكون عنده لا توش ديالو سور سين وتكون عنده اون كوريغرافي سينيك بلاصه لا سين. انا عارف دابا عندهم واحد التور في المغرب وشي حاجه اللي ما سهلاش ولكن واحد الفلايم عندهم انا حاسس باللي اي واحد غيجي يتفرج غيحس بديك الانرجي حيت خارجه بيور تاك راك جي صور كتهز يديك تما هادشي خليه مزيان واش اكادي تشيك يا بوسات. I was like okay هاك الانرجي باش تدخل انرجيتيك وكذا. I was بالنسبه لي كنت ضباب سو ما عندناش مشكل. ني كنسالا بغيتك يا سموسة بغيتك تشيك هاند مرضيش البال بغيت ديغازي انرجي مزيان ايانس نايس نايس او معطاك جوزي دير مرتاح مشراني تقلب حالي وقلبي رفع عليا يلا كلشي معايا يلا يلا الثلاثوش ديال فاش شافها ستيف قال لي زوينه تخليها كوم سيناتور ديالك سورتو كو انا عندي في لا شونسون ديالي سولو الدرب الرباب دونك جات مزيانه مع الرباب. تبقات البارتي ديال السنيك عجبتني بزاف مي جوبونس تقدر دير بروفيل حسن. ستيف قال لي كو جو بوجي بيان ايتترا كي فالي كو لو جيست ديال سنيكس او لي لو فير فاس فير سور كوتي كو On voit bien la silhouette du serpent. Toute remarque ou ayahaja qui va pouvoir ajouter, que ce soit l'IA ou les autres candidats, ou bien sûr, elle a dit que l'IA a amélioré la performance de Jack sur scène. Je fais la passion de Kulu Wahdir, je fais l'amour, je fais l'énergie de Wahdir. عرفنا بعضياتنا في مدة قصيرة ولكن راه كنحس بحالي لا كنعرفهم من شحال هذا دغيا تفاهمنا دايز بيناتنا واحد الفيلينغ زوين كنبارطاجيو كلشي مع بعضياتنا واحد كيوري الاخر بلا ما يجي يقول لي عافاك وريني وهادشي كامل غادي تشوفوه سور سين ان شاء الله غادي نعاونوا بعضياتنا تسناو غادي تشوفوا ان شاء الله نلقاو لها واحد البوز فينا عفوا
هذا غير مينيموم، هذا راه الماكسيموم. هذا راه المينيموم، عاد الماكسيموم. هذا المينيموم اخويا. صحابي زوينين ونقيين وعندهم واحد الاوبن مايند سيت، كلشي راسو صغير وباغي يتعلم، كلشي موديست. هادشي اللي عجبني فيهم بزاف، وصافي بليزير نشارك معاهم هاد الاكسبيريونس ونطلع معاهم. دابا كنحس بهم بحال عائلتي بيسيكلي، حيت وي ار شيرين ذا سيم ثينغ، سو وي ار وان. ليتس جو كلشي لتحت. هي تحت تحت كل يوم كتحس بلي داك المجهود كامل اللي دار في هاد البيريود اليوم شفنا الريزلت، كنحس بلي دابا الجروب واجد. Pour la dernière répétition de nos talents, كاين واحد المفاجأة اللي ما غاديش تطيح لكم على البال. دابا اجي سيربريز. بغيتوا تعرفوها؟ تفرجوا في الحلقة الجاية.